مرحبا بكل مشاهدينا مره تانية، وزي ما قلنا لكم النهارده هيكون معانا نموذج مشرف جدا لسيده مصريه ناجحه. هتكون معانا دكتوره منى محرز، نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانيه والسمكيه والدجاجه. مرحبا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، منورانا في طعم البيوت. ويعني بسم الله ما شاء الله، انا قلت في الاول ان انا لو توقفت عند كل نقطه موجوده في السي في بتاع حضرتك مش هتكفي يعني الحلقه. فاحنا بس عايزين النهارده نستفيد اكتر من وجود حضرتك معانا، في ان احنا نبث روح الحماس وندي كده رغبة عند كتير من البنات الصغيرين اللي بيشوفونا، انه للأسف الشديد ساعات بنحس انه في بنات عندها حماس شديد جدا ان هي تنجح وتحقق طموحاتها، وفي المقابل في ناس كده بتحس ان هي ايه، مقلقة او مش مهتمية او مش فارق معاها. فخلينا نبدأ بالجزئية دي، انا عايزة حضرتك تقولينا ازاي انت كان عندك هذا الطموح وكان عندك هذه الاحلام. انا عايزة ابتدي اقول لكل مجتهد النصيب اولا، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. صحيح. إحنا نسينا حاجات كتير، وإحنا كنا يمكن جيل شغوف إن يثبت مكانته وإن الست تحقق إنجازات، وإحنا فعلا جاهدنا كتير وتعبنا كتير. بس أنا شايفة إن دي حاجة مهمة جدا، لأنك أنت بتتعبي وبتنجزي في حياتك وفي حياة أسرتك وولادك. إحنا ما نقدرش نفصل نجاح أي إنسان عن أسرته، وبالتالي أنا دايما أقول لأي حد اجتهد قوي، لان ربنا هيدي لك، مش مهم يدي لك في انهي مرحله عمريه. بس هيرد لك حقك يعني، وهتاخد يعني حتى حقك. لو حصل احباطات الواحد يكمل. انا حصل لي احباطات كتير، مفيش مشاكل، بس انا في الاول عشان اسافر اخد دكتوراه من امريكا كان ده تحدي، وكان في وقت صعوبه ان الواحد يروح يسافر ويسيب مثلا اسرته ويروح يذاكر بره عشان الدكتوراه، خاصه انك انت اصلا متخرجه ودكتوره. فيعني لقيت فرق كبير جدا، اتعلمت تعليم مختلف. الفكره انك انت كمان انك لما بتيجي تاني بلدك وبتعلمي ناس شباب وبتعلمي جيل جديد، انت بتحسي بفخر، بتحسي ان ليك مدرسه، بتحسي انك بتدي حاجه، بتشوفي تلامذتك، بتحسي انك انت بتكرري الموديل، وبتحبي ان هم يكونوا افضل منك، فهم كمان دول بيبقوا دعامه. عايزه اقول لكل الشباب، العمل الدؤوب هيحقق لك طموحاتك ايا كانت طموحاتك، لان العمل قصاده جزاء. فدي نقطه مهمه جدا، كنا بنتعب جدا في الاول جدا، وكنا بنقبض قليل جدا اللي انا عايزه اقوله زمان. وكان يعني معلش ما كانش حد بيقدر يعني يجيب بنزين عربيته عشان يروح الشغل في جيلنا، بس الناس كانت بتجتهد. وانا اقول ان انا في يعني روحت محطات كتيره، وحقيقه الامر انا كل ما اروح مكان احس ان انا عايزه ابتدي من الاول. طب هي الروح دي يعني جت لحضرتك من البيت نفسه؟ يعني هل نقدر نحمل المسؤوليه للبيت تحديدا، ولا دي بتبقى استعداد موجود عند الشخصيه نفسها؟ لازم يكون في استعداد والنشأه بتاعت التربيه. يعني احنا كنا عندنا في اسره، انا وكل اخواتي كلنا بنشتغل شغل دؤوب. ايوه، اجتهاد في اي مكان في عمله كلنا بنجتهد، كلنا بنتعب. والدي الله يرحمه كان يحب عمله جدا، كان من احسن المنتجين في الزراعه. وانتاجيه عاليه جدا، وكنا كنا فخورين بيه الحقيقه. وهو كان بيبص فينا روح الاجتهاد. أيوة. وما كانش عنده لا بنت ولا ولد. كل متساوي، كل ليه الحقوق. وكان يتمنى ان انا اخد دكتوراه، ودي من الحاجات اللي انا كنت مصره، لان انا توفى قبل ما احقق الطلب ده. بس انا الحمد لله. يعني دعم الاسره مهم، ان يشوف موديل في بيته مجتهد، وان اب دؤوب وام تعبانه وبتشتغل وبيجتهدوا عشان ولادهم، ده في حد ذاته موديل كويس جدا. طبعًا. ان الابن والبنت تطلع كده. الحياه السهله نهايتها مش كويسه. الحياه اللي فيها مجهود وتعب في الاخر اكيد هيلاقي كل تعبه ده. طب حضرتك كاستاذه يعني، وتعاملتي مع كتير من الطلبه والطالبات، كنت بتشوفي الروح دي اكتر في مين فيهم، ذكور ولا اناث، ولا مش فارقه؟ والله مش شرط قوي. يعني في عندي الحقيقه اولاد ليا هايلين شباب، وبنات هايلين بنات. وانا عندي جاذبيه للشخص اللي عايز يجتهد. انا بكي قوي في الاختيار. احب المجتهد،
احب اللي يجي من وانا من زمان اللي يجي يسال ما يقوليش هاخد كام او اللي تاخد كام، انت هتشتغل ورزقك ده هتلاقيه يجيلك لغايه عندك، فانت بس نجتهد نشتغل هيدينا يعني هيجيلنا الرزق بتاعنا. فدي كتير قوي ان الانسان اوعى تحط هدف انك انت تكسب كام قبل ما تقول انا اتعلمت انا في كواليفيكيشن، انت عندك قدرات ايه. يعني انا بحمس دايما ولادي انهم كل ياخدوا دكتوراهات ياخدوا ماستر، ودي برضو اتنقلت لولادي. دي نقطة مهمة جدا، لانه فكرة انه برضو كتير من الشباب خلاص ما بيصدق انه يشتغل، يقولك خلاص هو كده اخر، يعني ما عندوش رغبة في انه يطور نفسه. يعني فكرة التعليم المتطور دوت يعني او التدريبات او الدورات التدريبية ناس كتير ما بتهتمش بيها للأسف. لا يمكن احنا عندنا التدريب بقى واخد شكل نظري. انما مثلا بقولك الخبره بكتسبها بالعمل، يعني انما التدريب مهم، والتدريب بالبراكتسنج بالممارسه مهم. وانا يعني انا بيطريه، وكل شويه اتنقل لجزء زراعي وارجع بيطري وارجع زراعي. اتعلمت في الزراعه اللي انا حبيتها جدا جدا كمان، وابتديت امارس. يعني انا كنت رئيس العلاقات الزراعيه الخارجيه، واعتقد ان انا اجدت وعملت تلامذة وعملت شغل كتير جدا جدا جدا، علمني الدبلوماسية حتى في التعامل. الدبلوماسية العلمية يعني مش الدبلوماسية الحديث او بقيت مستشار زراعي في امريكا لمصر في امريكا في واشنطن دي سي. حسيت ان انا عملت فعلا شغل تاني كتير جدا، مجال بطلع من مجال لمجال. بتحس انك انت بداية جديدة، حياة جديدة، انك انت بتتعلمي وتعلمي، فبيديك حماس. فدي كنت زمان بخاف اخرج من مجالاتي. انا اول ما انشئ معامل مرجعية دولية في وزارة الزراعة في الطب البيطري، ومش معامل بس في القاهرة، لا معامل في الاقاليم في الصعيد وفي الدلتا، والمعامل دي معتمدة دوليا يعني نتائجها مقبولة في العالم. ايه المقصود بمعامل مرجعية؟ يعني ان حضرتك عن في مرض جديد مثلا زي الحمى القلاعيه او زي الانفلونزا الطيور، لازم يكون في معامل تقول انا عندي مرض ايه. في حاله مرضيه لازم اشخصها. فدي كنا احنا من اوائل البلدان اللي كنا يعني معاملنا معتمده. يعني احنا في انفلونزا الطيور انا معملي اللي اكتشفها او المعمل اللي انا انشاته، وكنا قادرين نقدر نقول التشخيص صحيح 100% والعمل 100% كويس. احنا كمان عندنا معامل فحص بندي صلاحيه للمنتجات ذات الاصل الحيواني لصلاحيه الاستهلاك الادمي. يعني اللحوم المستورده مثلا بتتم فحصها في معامل وزاره الزراعه معهد بحوث صحه الحيوان. فدي معامل معتمده دوليا. لما تقولي انا عندي لا اللحوم دي مش كويسه واللحوم دي يتم اعدامها او ان احنا نرجعها الى بلد المنشا اللي احنا استوردناه منه، هنا ما حدش يقدر يتكلم. ليه؟ لان معمل معتمد دولي، ما حدش يشكك في النتائج بتاعتك او في الفحوصات بتاعتك. طب يعني الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يخليني احس ان انت برضو في مشوارك العمليه ما كانتش سهله. يعني انت اكيد مريتي، لو كان راجل في المواقع دي كان هيمر بضغوط رهيبه، فما بالك لما تبقى سيده هي اللي في المواقع دي، اكيد تعرضتي لضغوط كتيره. ربنا ادى الست قدره انها تشتغل في اكتر من مجال في وقت واحد، تبقى ام وبتربي وبتذاكر وبتشتغل. انا كنت في مرحله بدرس الماجستير والدكتوراه بتاعتي وبربي ولادي وواخده بالي من بيتي، وكل اولادي ما شاء الله يعني طالعين في متميزين. كل ده كلهم في نفس المجال برضو ولا؟ والله مش في مجالي بس، انا عندي بنتي الكبيره دكتوره واخده دكتوراه في الصيدله من جامعه اوهايو سنسيناتي في امريكا. وهي كانت اصلا معيده في كليه الصيدله جامعه القاهره. وعندي ابني مهندس دارس برضو واخد ام بي اي مش وبيكمل في شركه من الشركات الدوليه. وعندي بنتي الثالثه بتشتغل في احدى البنوك العالميه. فالحمد لله هم مجتهدين. يعني مش في مجالي، فده انا يشرفني ان هم. وحضرتك ما ضغطتيش عليهم، سيبتي كل واحد ياخد المجال يسلك يعني المجال اللي هو عايزه. لازم لان ده اللي بيكمل حياته، انا مش هعيش لحياته. بس المهم يروح مكان، مش مهم يبقى دكتور ولا يبقى يعني حتى بيأدي عمل فني. بس المهم يبقى متميز. احنا عندنا افكار يمكن شويه في المجتمع الشرقي مغلوطه، مش كل الناس هتاخد شهادات، والا احنا مش هنلاقي اللي ياكلنا ويشربنا ويخدم على المجتمع. في العالم المتقدم كل المهن
الحرفية اليدوية أهم كتير من اللي هم خريجين الجامعة بالظبط كده. فإحنا المهم هو أعتقد إن إحنا مجتمعنا هو اللي إدى المهن دي أو حط المهن دي في قالب أقل يعني. هو أكيد محتاجين نغير نظرة المجتمع نفسه يعني. إحنا النهاردة لو فكرتي حضرتك أنا عايزة واحد سباك محترم يؤدي دوره كمهندس وأحسن من مهندس إن البيت يبقى مظبوط ما يحصل ليش مشكلة في بيتي يعني. أنا بدي مثل وعايزة نجار كويس يعمل لنا حاجات كويسة ويعمل تشطيب كويس. أنا كل ده المجتمع عامل زي البازل لو في قطعة متشالة مش هيبقى شكله صحيح. كويس صحيح. فإحنا احترام كل المهن مهم. احترام الشخص المحترف اللي بيأدي بكفاءة وإتقان هو ده اللي عايزين نعظمه صحيح. وعشان كده أنا بقول دايما إن الاجتهاد والعمل هو الطريق السليم. ما تقوليش واسطة ما تقوليش وضع سياسي ما تقولش أي حاجة لا قول أنا أقدر بكفاءتي وقدراتي أخذ يعني أقدر أعمل اللي أنا عايزه أوصل المنصب اللي أنا أستحقه طالما أنا بجتهد. هي دي النقطة اللي عايزين نقولها للشباب تمام. العمل الجاد. طيب خليني أسأل حضرتك يعني بمنتهى الأمانة أنت قبل ما تدخلي المضمار ده قبل ما تخوضي كل الحاجات الصعبة دي هل كانت شخصيتك قوية؟ يعني أنت أصلا شخصية قوية ولا أنت اكتسبتي قوتك واكتسبتي يعني قدرتك على مواجهة الصعاب من التجارب اللي أنت خضتيها والمشاكل اللي أنت واجهتيها في حياتك؟ أنا أعتقد أن أنا من يعني شخصيتي قوية ودي انا حسيتها في اختياري للكليه لان كانت عيلتي عايزاني ادخل هندسه وانا مصره ادخل طب بيطري يعني مجال حتى غريب شويه برضو يعني الناس كتير فاهمه ان يعني شغلانه دي مش شغلانه ذكور معناها هي شغلانه كلها انسانيه وكلها تعامل مع حيوان ما بينطقش فدي كلها كل ما نقول يعني انا لما لو انا دكتوره بشري وبيجيلي مريض يعني أيوه فالمريض هيشتكي أيوه. لكن النظره انك تقدري الضعيف ده اللي ما بيتكلمش تحلي مشكلته فانا كنت مصره ان انا اخد هذا المجال وفعلا انا خدت الحمد لله وكنت من اوائل دفعتي الحمد لله بس هي مش الشخصيه قد ما انت بتحبي تعملي نظام يعني انك انت زي ما قلت لحضرتك انا اولادي كان لهم الحق في الاختيار لان ده حقهم لان هم هيعيشوا حياتهم صحيح. وكل واحد اختار حاجه يتحمل مسؤولياته دي كمان نقطه ما انت لما بيدوكي حريه الاختيار لازم تبقي كمان انك انت هتبقي مسؤوله عن اختيارك تمام صحيح. فعلشان دي انا لو اخترت لابني طب انا هبقى مسؤوله طب لو حصل حاجه يبقى انا بقيت في شكل صعب فهي دي النقطه المهمه تمام. اللي بنتكلم طيب فيها. طيب حضرتك اخترتي المجال الخاص يعني مجال البيطري بس كمان ماجستير ودكتوراه كان في باثولوجيا الدواجن يعني تخصصتي قوي في الدواجن ليه الدواجن تحديدا؟ هو انا تخصصت في باثولوجيا عامه لان انا كنت احب شغل الميكروسكوب وبحس ان دي حياه اخرى بكتشفها تشوفي خلايا بتشوفي ممكن تكتشفي مرض من انك تقري سلايد زي الناس مثلا يعني اللي عندهم كانسر ما حدش يقدر يشخص مرضه او نوعه الا بانه ياخد شريحه وسلايد ويشوفها تحت الميكروسكوب أيوة. فانا كنت حابه هذا المجال فبعد كده حسيت ان قطاع الدواجن من القطاعات اللي هي فاعله يمكن انا دخلته كانش على مزاجي في شغلي لكن انا كنت مختاره الباثولوجيا العامه لما روحت كان هم الاختيار لي ان يكون المكان ده وكان زمان ضعيف جدا بس اجتهدت فيه وربنا زي ما يكون كان يعني العمل ده واجتهادي كان هذا القطاع بينمو في اثناء انا دراستي فبقى في حظ ان انا اسافر دكتوراه عشان في مشكله في مصر في الدواجن ورحت بعثة امريكا علشان احلها فبقى قدر بقى في ارتباط لكن انا تخصص عام انا احنا معنيين الطب البيطري بالانتاج السمكي والداجيني والحيواني ويمكن احنا عايزين نتكلم النهارده ان احنا عاملين حمله قوميه حاجتين عايزه اتكلم فيهم بقى بالنسبه للمواطنين وبالنسبه للستات البيوت وبالنسبه للشباب وبالنسبه للفلاحين والمربيين احنا وزاره الزراعه في صدد ان احنا نقوي دور اللي بينتج يعني الست لو منتجة أو الشاب إحنا بندعمه إحنا عندنا حملة قومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وإحنا ابتدينا فيها من 3 أيام الحملة دي مرتبطة بالترقيم
والتسجيل عشان نعرف أعداد الحيوانات اللي عندنا علشان نقدر نحط خطة مستقبلية للعدد اللقاحات والجرع اللي احنا هنستخدمها في التحسين، وكمان نحافظ على الحيوانات بتاعتنا من الأمراض. وأنا هنا بناشد بقول احنا جايين لحد باب بيت في الجميع، احنا بنخدم على مصر كلها في الحملة اللي ابتدت يوم السبت. كل الأطباء البيطريين مشكورين بيقوموا بدورهم دلوقتي. أنا بطالب المربيين إنهم يساعدوا لأنهم جايين لك عشان مصلحتك أنت، علشان يحافظوا على الحيوان. المرض الحمى القلاعية لما بيجي للحيوان ملوش علاج، لكن الوقاية خير من العلاج. إحنا بندي التحصين علشان ما يجيش مرض للحيوان. فعلشان كده إحنا بنطالب إنهم يساعدونا، والأول مرة ينزل في حملة التحصين مش بس الأطباء البيطريين العاملين في الحقل، نازل معهم المعاهد البحثية البيطرية لمعهد بحوث صحة الحيوان في الأقاليم، نازل معهم فروع الإنتاج الحيواني المهندسين الزراعيين عشان يساعدوا في الإرشاد ويساعدوا في التوعية، ودي نقطة ما كانتش موجودة. فعندكم فريق كبير قوي. ده لو مدة قد إيه فندم يعني من إنت لحد ما يخلصوا تحسين الحيوانات؟ إحنا ماشيين قرية قرية يعني إحنا ماشيين قرية قرية، وإن شاء الله يخلصوا. إحنا حاطين ليها أقصى حاجة شهرين، لكن إن شاء الله نقدر نخلص. إحنا شغالين وبقوة، وأنا بشكر كل المحافظات في نفس التوقيت، كل المحافظات. أنا بشكر فرق العمل اللي شغالة في مصر كلها. وإنت عندك فرصة إنك إنت لو عندك مشكلة تسأل، عندك طبيب البحوث موجود، عندك طبيب الإنتاج الحيواني لو عايز تركب أعلاف غير تقليدية عشان تستخدم مخلفات الزراعة عندك كعلف، اسألهم. لو عايز تسأل أي سؤال فهم في حوزة حضرتك. ياريت كلكم تهتموا بهذه الحملة. ويكون حضرتك قلقانة في الجزئية دي من إيه؟ يعني إيه اللي يمنع أنه في ناس تبقى متعاونة؟ بتشوفي بيبقى وراهم أو فكرهم إيه؟ قلقانة أن طبعا في شائعات بتبقى دايما ضد التحصين، لأن ده بيتم من الحكومة. يعني عايز أقول أن القطاع الخاص بيلعب دور يعني مش لطيف قوي، بعض منهم علشان ما نعممش. ولا خلي بالك أن الحيوانات هجرة لحاجة. اللقاح اللي احنا منزلينه عشان التحصينات بيتم معايرته في معامل وزارة الزراعة قبل ما يخرج للتحصين، وبنتأكد ان هو صالح وفعال للحيوانات. والمعامل دي برضو معتمدة دوليا. فبقول لحضراتكم ان اللقاح امن وهيأدي الغرض، فما تخافوش. اذا كانوا بياخدوا منكم نسبة مالية فانت انا عارفه ان انتوا بتدفعوا اضعاف اضعاف للقطاع الخاص، انما دي نسبه قليله علشان نتاكد ان التحصين راح في مكانه وراح للفلاح. فاحنا بنقول له مفيش نقل امر، مفيش هيحصل ان يحصل لحيواناتك حاجه، بل بالعكس احنا نازلين عشان نحمي الحيوانات بتاعتك. تمام. دي الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه مشروع البيتيلو. احنا عاملين احياء لمشروع البيتيلو اللي كان من 13 سنه شغال، وكان شغال مع الفلاحين يعني ممتاز جدا، وبعدين وقف. فالدولة مشكورة مقدمة 300 مليون جنيه لهذا المشروع مرحلة أولى لحد ما نخلصهم، ولو عزنا سيد رئيس الوزراء بيدعمنا. فإحنا النهاردة عاملين مشروع الإحياء البيتيلو. كانوا زمان بيدبحوا، أو إحنا خدنا يعني سيد وزير الزراعة أخذ قرار بمنع ذبح البيتيلو. ليه؟ لأنه كنا بنهدر ثروتنا الحيوانية. كان أقل من 200 كيلو بيتذبح العجل، في حين أن إحنا العجل ده ممكن يوصل لـ 400-450-500 حسب نوع أو السلالة بتاعة الحيوان. يبقى إحنا هنا بنخسر أكتر من 50% من اللحوم اللي المفروض نحافظ عليها. فإحنا بنديله قرض 5% بفايدة 5% متناقصة. يعني لو خد قرض عشان بس يأكل فهو بيقدر ياخد 5000 لكل راس، ولو خدهم 6 شهور هيدفع 2.5% عشان يبقى فاهم. الخمسة في المية دي شاملة كل المصاريف الإدارية، فهو مش هيزودوا عليه أي حاجة. والبنك المصري الزراعي شغال معانا إيد بإيد، تقدروا في أي فرع تقدموا طلباتكم، تقدروا في الجمعيات الزراعية تقدموا طلباتكم، تقدموا في جمعية مصر الخير أو في جمعية الأورمان، وهم يساعدوكم. لأن الحقيقة المجتمع المدني بيساعدنا في ذلك. إحنا بس مش بنحافظ على الذكور اللي كانت بتتذبح، بنساعد المربيين اللي عنده إناث أنه يربيها بدل ما يهدرها، لأن دي هتجيب له ولدات تانية. فإحنا فاتحين المجال. وأنا عايز أقول النهاردة اللي ما يلحقش ياخد هذه الفرصة صعب أنه يكررها. في مشروع للشباب مصر الخير عاملاه،
انت بتاخد القرض الشاب وبتربي في مزارع مصر الخير وانت بتاخد المكسب. فالنهاردة انا يعني سمع من مصر الخير يعني اخبار كويسة ان الشاب ممكن ياخد عائد للقرض بتاعه حوالي 3000 جنيه تمام. في الشهر، ودي عائد مجزي طبعا. جدا طبعا. في وقت قليل، وانا اعتقد وهيتعلم، ولو عايز بعد ما يخلص المشروع مصر الخير يقدر يعمل مشروعه. يعني مصر الخير بتقدم الفكرة والآلية علشان يتعلم ازاي يربي ماشية. طيب احنا عندنا تقرير خاص بالمنافذ الخاصة بالوزارة، تمام، نشوف مع حضرتك التقرير ونرجع نعلق بقى ونعرف تفاصيل كتيرة خاصة بهذه المنافذ. نشوف معك. مع ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والأسماك والمنتجات الأخرى، وزارة الزراعة بدورها تسعى إلى توفير السلع بأسعار مخفضة تلائم المواطن المصري، وذلك من خلال نوافذها المختلفة. احنا عندنا اللحوم اللي عندنا مستوردة برازيلي، بيجي لنا إرسالية خلفي بيشرف عليها وزارة الزراعة، عندنا لجنة بره بتشرف على الطب، على أنواع اللحمة وعلى الجودة بتاعتها وعلى الصلاحية، وعندنا بيكون منها في لحمة كندوز وفي لحمة بتلو وفي لحمة بوفتيك وشاورما وفي عروق وفي كبدة وفي سجق، كل ده بأسعار مخفضة بتبدأ من 70 لحد 80 85. وعندنا كمان عندنا لجنة بره بتكشف على اللحمة، لو فيها أي حاجة بنرجعها، ما بتخشش عندنا غير لما بيطمنوا إن الصلاحية والحاجة اللي فيها وجودة الإرسالية بتاعتنا أفضل من بره. يوجد عندنا بط، فراخ، سمان، حمام، كبد وأوانس، وفي رقابة على طبعا المنتجات وعليها مكتوب على المنتج نفسه الصلاحية بتاعتها. وزي احنا شايفين كده فرخة ايه ما شاء الله حلوة، ايه طازة يعتبر لسه جاية ايه من المذبح. عندنا برضو في لجنة بتتشكل يعني يعتبر كل يوم او يوم بعد يوم برضو بتراقب عليا في الجودة وفي تاريخ الانتاج، في مستوى الحاجة اللي احنا بنقدمها للناس. طبعا عندنا جميع انواع الاسماك المجمدة، عندي طبعا يعني تخفيضات جامدة جدا بالنسبة للسوق اللي برا مع غلو الأسعار ورفع الأسعار اللي احنا وصلنا بيها. طبعا عندنا السمك، عندي مثلا زي فلي قشر البياض والسبت والكاليماري ب31، وعندي بلط متنظف كيلو صافي كمان بعد التنظيف عامل 29 جنيه، والسمك المرجان والسمك المكرونة دوت ب30، وعندي الفيلهات فيه ب51 و26. يعني بقدر الامكان احنا بنوصل يعني باقل سعر عن السوق اللي بره. ده منفذ بيع فواكه، في كل انواع الفواكه، كنتالوب، عنب احمر، عنب اخضر، تفاح، بطيخ، مانجا، خوخ، والاسعار هنا على طول في متناول الجميع، والجوده هنا ممتازه، والاسعار اقل من بره، وفي عروض على طول كل يوم والتاني. بنوفر لكل انواع العسل، بنتميز كمان ان احنا عندنا انواع واصناف مش موجوده في السوق بره. يعني احنا عندنا اصناف احنا مختصين بيها زي قطفه زعتر، قطفه ريحان، القطفات دي مش موجوده، والحمد لله احنا اسعارنا اقل من بره، مش هقول 20 او 25، اكتر من 30%. طبعا احنا عندنا رقابة دورية على الصحة، تموين، عندنا هنا لجنة من وزارة الزراعة، لجنة فحص بتفحص الحاجة دائما، كل حاجة موجودة. اسعارنا اقل من برا كتير جدا، وجودتنا الحمد لله بفضل الرحمن اعلى من برا. يعني وشهد شاهد من أهلها، حضرتك شفتي التقرير، هتشهدي بقى بإيه؟ هو أنا بشهد، هي مش بس وزارة الزراعة الحقيقة اللي بتقدم منافذ مدعومة أو بأسعار معتدلة، لكن الدولة عاملة حملة كبيرة عن طريق الخدمة الوطنية في القوات المسلحة. التموين، المنافذ بتزيد جدا، حتى منافذ متحركة ومنافذ وزارة الزراعة. إحنا عندنا مشكلة كبيرة الحقيقة في مصر، المشكلة ان المنتج سواء مربي دواجن او بينتج منتجات زراعية، انه هو
بيطلع المنتج رخيص وعلى ما يوصل للمستهلك في عندنا بيوصل بسعر يعني كتير صحيح. جدا. ويمكن الحلول اللي هي المنافس دي هتسهل وتساعد وهيبقى فيه جزء من المنافسة على الأقل تجبر الآخرين إن هم يقللوا شوية في ما بعد تسويق. يعني المنتج عندنا دايما يعني بياخد يعني تلاقي بتنجان بجنيه في القرية وتلاقيه هنا بأربعة جنيه أو خمسة جنيه صحيح. فأنت هنا النقطة في منتهى الصعوبة اللي بيشتغل طول الموسم تعبان ويعني حقيقي يعني شغل صعب جدا سواء مربي دواجن أو سواء منتج زراعي وفي الآخر التجار اللي في النص سلسلة بقى من سلسلة لسلسلة هم اللي بياخدوا أعلى مكاسب دي يمكن المنافس دي بتحل مشكلة كويسة. طب أنا عايز أسأل حضرتك هنا لأنه يعني معرفش أنا بحس أنه إحنا كمواطنين اللي بنهدر المجهود اللي بيبذل من قبل المنافس دي سواء الخاصة بوزارة الزراعة أو الخدمة الوطنية أو غيرها لأنه إحنا برضو اللي يعني حضرتك بتقولي الهدف هنا أنه التاجر الجشع ده يعني يتعلم ويلاقي ان البضاعة بتاعته قاعدة محدش عايز يشتريها فيبتدي يخفض في السعر. لا هو للأسف بيلاقي حد بيشتريها يعني بيلاقي برضو انا وغيري بنروح وبنشتري فبالتالي بيفضل مثبت سعره زي ما هو. هي دي مشكلة ان احنا عندنا في ثقافة حتى احنا كمواطنين في نقطة معينة ان انا لما بلاقي مثلا كل حاجة ليه موسم يعني سيل البامية لسه طالعة ليه اشتري البامية وهي لسه طالعة ليه ناخد بسعر عالي تم استنى شوية او انا مثلا دلوقتي الفراخ غالية موسم شد وسحب وما بلاها فراخ دلوقتي واخد سمك او السمك غالي دلوقتي غير واخد حاجة تانية ليه ست البيت ما بتاخدش في دماغها الصورة كاملة يعني ما بقاش انا ماشية بجدول معروض انا هاخد النهاردة فراخ بكرة لحم لا شوفي ايه في الوقت الموسم ده ارخص ايه المعروض ارخص فنقل الطلب على الغالي وبالتالي الاسعار تهدى يعني كمان اختيار وكمان اختيار المكان اللي اشتري منه كان غالي صحيح. واروح اهدر فلوس ولادي طب ليه يمكن انا لو بطلت شوية او قللت شوية هو يراجع نفسه ويقلل صحيح. المكسب اللي بياخده يعني احنا عايزين الثقافة ولا الفراخ كل يوم كويسة ولا اللحمة ولا يعني الناس بتقلل البروتين الحيواني خاصة اللحوم الحمراء كتير جدا عشان صحيا صحيح. عشان الكوليسترول يعني في بدائل اللبن يعني كوباية اللبن أهم من اللحمة بس الناس ما بتاخدش بالها أن أولادك اللبن أهم ويمكن ده اللي احنا عاملينه في مشروعنا دلوقتي هيعلوا دلوقتي بعد ما حضرتك تقولي الجملة دي هنلاقي كيلو اللبن ضرب دلوقتي لا احنا كمان الدولة عاملة مشروع كبير علشان زيادة المعروض من الألبان لأن احنا بنرصد أن يبقى عندنا اكتفاء ذاتي في الألبان واحنا عاملين مشروع كمان جميل جدا لأصحاب المزارع الكبيرة منها الحلاب ومنها الأمهات على أساس أن اسمه رفع الطاقة الاستيعابية يعني أنا مزرعتي فيها 1000 وممكن تكفي 1000 تاني فاحنا بنقوله تعالى خد قرض ب5% وتعالى كمل المزرعة بتاعتك واشتغل وادي فرص عمل احنا بنتكلم على حاجتين احنا بندي زي تدريب للناس بهذا العمل بندي فرصة للعمالة انها تزيد فتح سوق عمل بندي فرصة للاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات اللي احنا نرصدها زي الدواجن والاسماك وانتاج الالبان هو ده اللي احنا يعني مش بقول اللحوم الحمراء لان اللحوم الحمراء عمرنا ما هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي فيها لان متطلباتها في الاعلاف عالية جدا وبالتالي احنا بنرصد الاكتفاء في الانتاج الالبان لان اللبن كوب اللبن مهم لكل افراد الشعب فهنا انا مش عايزين مش موضوع ان يزود سعره ده انا بدي يعني بدائل ادي بدائل البيض رخيص البيض مثلا دلوقتي والفراخ رخص جدا طب الناس تبتدي تاكل فراخ وبيض مثلا وتبتدي تقلل في حاجة تانية غالية السمك ليه مواسم اختار الموسم اللي بيبقى فيه الانتاجية عالية طب هو حضرتك قلتي حاجة وقلل. دلوقتي هو سؤال عند ناس كتير يعني تقولك فعلا الأسعار بتاعت الدواجن ايه اللي كان مخليها عالية قوي وفجأة ابتدت تنزل انا دايما عايزه يكون عندنا ذاكره كويسه يمكن انا من كام شهر كنت بطلع في الاعلام ما كنتش حتى في المنصب بتاعي ده بقول سوق الدواجن عرض وطلب ومواسم ممكن يخسر دلوقتي المربي
بس عنده سايكل تانية في العيد أو دخلة المواسم أو رمضان هيعوض. فهو دايما بيكسب وبيخسر على حسب العرض والطلب وماشي طول عمره كده. لكن احنا حسينا بارتفاع الأسعار لأن أصلا الأعلاف زادت، بعد ما كان بياخد الطن ب 1800 النهاردة بيوصل ل 5000، فده على السعر على المدخل اللي احنا العلف هو اللي هو 70-80% بيأثر على السعر النهائي لكن دايما اقول ايه، طب الرخيص امتى؟ حتى لو التاجر بيرخص هو احنا طبعا دلوقتي بنتكلم اللي رخص ده رخص عند المنافس دي، لكن ما رخصي برضو عند الناس اللي هم القطاع الخاص. لا يعني. انا عايزه اقول بقى علشان الناس تخلي بالها من الموضوع، ان النهارده الفراخ بتتباع في المزرعه ب 22 جنيه حي، فهنا كان في رمضان وصل ل 30-32، ففرق النهارده حوالي اكتر من 8 جنيه. فلازم الست تخلي بالها محدش يضحك عليها ويحط الفرق في جيبه. طبعا انا يعني اعيب على التجار برضو ان اللي بيطلع ما بيرضوش ينزلوه كده. يعني اللي بينتج بيطلع وينزل، ما هو عرض لازم يبيع. الفراخ اللي عنده دلوقتي لازم يبيعها عشان يدخل دوره جديده، لان لو قعدها ياكل وما فيش عائد، فبيبيع بسعر اقل حسب العرض والطلب. انما هي دي النقطه اللي احنا لازم نخلي بالنا، احنا السيدات بقى اللي نقدر نظبط السوق، احنا السيدات اللي في ايدينا ان احنا نزود سوق العمل. الست المصريه اتبنى على فكره، اتبنت الزراعه على راس الست المصريه، الفلاحه المصريه. انا فاكره وانا صغيره كانت الست اللي بتشتغل في الغيط يعني على راسنا طبعا دول الناس دول، كانت تحط ابنها في قفاصه على الجسر وتقعد تشتغل وكانت بتنتج وكانت عامله وكانت فاعله. صحيح. انا مش قادره استغرب، انا اللي بستغرب له ان الست تقدر تقعد في البيت من غير شغل، دي عمليه صعبه جدا. يعني طب انت بقى اولادك ليهم وقت وعمل البيت ليه وقت، طب وبقيه الوقت انت فين من تحقيق كيانك، انت فين من تحقيق طموحاتك في العمل، انت من فين من انك انت يكون ليكي ماليه مستقله نتيجه عملك واجتهادك. صحيح. الست لما بتكون قويه على فكره ده مش بتضعف الزوج، ده بتقوي الزوج وبتقوي الاسره. لان الست اللي بتشتغل بتسند مع جوزها، يعني ليه بنخلي ان في ما هيش منافسه؟ الست اللي بتشتغل وبتجتهد وبتحمي نفسها من الزمن برضه، تحمي واولادها. ما هي ممكن جوزها يتعرض لاي مخاطر، هي هتبقى شايله البيت وشايله اولادها. طيب قبل ما نسيب بس المنافذ، انا عايز ارجع مع حضرتك بقى المره دي هنسمع المواطنين نفسهم قالوا ايه عن الاسعار. تمام. وعن السلع اللي موجوده في المنافذ. نشوف معاكم. الحقيقة هنا في إقبال جامد جدا على كشاك وزارة الزراعة لأن حاجتها جودة عالية وأسعار كويسة معقولة، ما فيش حاجة بناخدها بنرميها، بالعكس احنا بنيجي من أماكن بعيدة نشتري من هنا. يعني والله هي المنافذ هنا حاجتها أحسن من بره لأن هي جودة وكمان مضمونة، لأن هي تبع الوزارة وإحنا ضمنينها، والأسعار برضو إحنا هنا شوية عن بره. يعني أهم حاجة الجودة. منافذ بصراحة يعني معمولة عشان تحارب غلاء الأسعار في الأسواق وجشع التجار. وبصراحة الموظفين تعرف موظف غلبان، يعني روح يشتري كيلو فراخ ب40 جنيه لكن هنا الفراخ متوفرة بأسعار ممتازة، وأسعار الرز بره الرز ب10 جنيه أنا بجيبه هنا ب6 جنيه ونص. بالنسبة للجبن، أي جبن عامة أو أي حاجة من الحاجات دي بأسعارها برضو كويسة عن بره، يعني في رحمة يعني. وبرضو بالنسبة للخضروات أو البطيخ أو الحاجات برضو، بالنسبة للحوم للرومي الحاجات برضو بتبقى كويسة برضو وأسعارها برضو كويسة عن بره يعني. فيعني هم يعني برضو هم حاسين بالناس شوية يعني. بالنسبة للأسعار بيبقى فيه يعني تخفيض شوية بتاع 10-15% ولا 20% عن من السوق بره. أما في تخفيض في الأسعار لا، يعني مش ده هو فرق أسعار، لكن هم مش عاملين تخفيض. بس هنا الجودة حلوة وبتلاقي كل المتطلبات بتاعتك، يعني ما لقيتش هنا بتلاقي هنا، بتلاقي هنا منتجات ألبان جبن حاجات زي كده. أنا بشتري من المنافذ بتاعت وزارة الزراعة لأن بيكون تمنها في متناول الجميع، السعر بيبقى أرخص من برة، الجودة بتاعتها أحسن إلى حد ما، السعر في متناول الجميع يعني. والحاجات هنا كلها ممتازة، سلع كويسة، الأسعار معقولة بالنسبة للأسواق،
وانا بفضل ان انا اشتري حاجتي كلها من جنب شغلي. يعني هو اكتر شيء ملفت بعيدا عن الاسعار اللي الناس اتكلمت فيها في هذا التقرير، انه او انا انبسطت الحقيقه لما سمعت ناس كتيره قالت الجوده، لانه عاده دايما الناس تهرب من ان هي تشتري من المنافس دي عشان تقول لك لا اصل الحاجات بقى بتبقى بايته، والحاجات اللي هي المرميه، والحاجات النص نص، الحاجات اللي هي جودتها مش كويسه. كلام حضرتك صحيح، وانا يعني مش بشكر عشان وزارتي، لكن منافس وزاره الزراعه بتقدم منتج جيد جدا فعلا، في متابعه وفي اسعار. انا مش فعلا ما فيش تخفيض، لكن هو ده السعر المفروض يكون حقيقي. وهي دي النقطه، ان المواطن لما قال كده قال صح يعني. قال ان ده هو احنا مش عاملينها تخفيض او احنا داعمينها، احنا بنبين موديل ان المفروض السلعه تبقى بالشكل ده، لان في موظفين برضو في المنافس، وفي تكلفه نقل، وفي كل حاجه زيه زي اللي بيتاجر بره او زي اللي بيبيع بره. هو احنا بندي موديل ان المفروض الاسعار تكون كده. وبعدين انا عايزه بس انبه على يعني او انوه على موضوع التفتيش. يعني احنا عندنا في الطب البيطري قطاع التفتيش على اللحوم ومنتجاتها. انا شايفه ان زميلي المدير القائم دلوقتي قايم بدور هايل في التفتيش، وبيمسك حاجات كتير فاسده، وفي مصانع اماكن كتير فاسده، وقايم بدور ممتاز جدا. انا نفسي بقيت اطمئن، لان انا عامل برنامج قوي للتفتيش على اللحوم في اماكن البيع كلها والتخزين. طب ودي حاجه كويسه. لكن بشكل عام المنتجات كافة الخاصة والتابعة لوزارة الزراعة، هل نقدر نعتبر انه رقابيا يعني انه ان دي منتجات كلها درجة اولى؟ يعني هل ولا في حاجات ممكن احيانا بتبقى مش الدرجة الأولى؟ لا، هما لازم يعني احنا عندنا اشتراطات، لازم يكون حاجة درجة اولى. وزي ما حضرتك سمعتي انواع العسل، وهم فعلا متميزين بالعسل النحل. فاحنا وزارة الزراعة احنا اصلا عندنا التفتيش على السلع، وعلى يعني كل ما هو يعني منتج زراعي احنا معنيين بالتفتيش عليه صحيا. فاعتقد ان كل حاجه فيه كويسه، واحنا بنفتش على الاخرين. كمان دكتوره منى، يعني الحقيقه انا استمتعت جدا بحواري مع حضرتك، وطبعا عندي يعني اسئله ياما وكتير، كان نفسي يعني الوقت يطول اكتر من كده بكتير، لكن ان شاء الله يا رب دايما يعني نلتقي بحضرتك كده وانت ناجحه ومتميزه، وكل الامنيات الطيبه لحضرتك انك يعني تحققي مزيد من الاحلام والطموحات، اللي احنا عارفين انه نموذج زي حضرتك اكيد لسه ما عندوش نهايه، لسه عنده يعني السقف مفتوح للاحلام والطموحات، فربنا يحقق لك كل احلامك وطموحاتك. انا عايزه اقول كلمه اخيره، انا بس مش مهتميه ان احنا نزود الانتاجيه وفي السمك وفي الدواجن وفي اللحوم، لكن انا كمان معنيه دلوقتي بتطوير حديقه الحيوان وحديقه الاسماك. هتشوفوها في ظرف زمن قليل جدا، شغلنا المفرخ السمك اللي واقف بقى له 20 سنه، بنظبط البركه دلوقتي وبنخليها بنطورها وبنحسنها. فاحنا كمان عايزين مش بس الناس تشتغل، وبجد احنا بنطالب العمل الجاد الدؤوب، وبنقول كمان رفع الذوق العام في اماكن جميله، يقدر المواطن اللي تعبان وشغال يقضي وقت جميل. يا ترجعينا للزمن الجميل ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتوره منى محرز، نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانيه والسمكيه والدجينه، نورتي. شكرا. واشكر كل مشاهدينا، غدا ان شاء الله حلقه جديده من طعم البيوت. الى اللقاء.